نجدد لكم التحية ونرحب بضيوفنا الكرام. ينضم إلينا من لندن سيد يحيى حرب، صحفي وكاتب سياسي. من فيرجينيا سيد ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. ومن باريس ينضم إلينا دكتور خلدون النبواني، أستاذ محاضر في جامعة السوربون. أهلا ومرحبا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ معك سيد يحيى حرب، ضيفنا من لندن. هناك ما هو محير للغاية في مجلس الأمن، هو يتمتع بقوة معنوية ويمتلك أدوات تنفيذية. يعني في السؤال المباشر لحضرتك، كم قرار لم يرى النور بسبب الفيتو؟ كم دولة نجت من العقاب بسبب هذا الفيتو؟ كم دولة تمت معاقبتها ومعاقبة شعبها عن طريق مجلس الأمن؟ كم قرار لم تطبقوا على سبيل المثال إسرائيل في مجلس الأمن؟ كم قرار منعوا الفيتو الأمريكي والبريطاني بشأن إسرائيل؟ الصراع الأخير في غزة مثلا، هناك قرارات إنسانية لوقف إطلاق النار لم ترى النور في مجلس الأمن. كيف للدول أن تنصاع وتحترم هذه الألية المصممة لخمسة دول فقط؟ ما مصير طيب 193 دولة أخرى عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيد يحيى؟ يعني حقيقة هذا السؤال يتضمن شقين أساسيين. الشق الأول هو يعني عدم إمكانية محاسبة أو معاقبة أو وضع حدود لهذا الكيان الإسرائيلي المحتل في فلسطين، وهذا جانب مهم وأساسي. هذه الدولة وهذا الكيان لم يسبق أن التزم بأي من القرارات الدولية، وهذا وضع شاذ خصوصا بالنسبة لهذا الكيان، لأنه الدولة الوحيدة التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن، وهي ليست موجودة في الأساس وليست نبوءا طبيعيا، ولكنها أنشئت بقرار من مجلس الأمن، وهي أكثر دولة لا تطبق وتنتهي قرارات مجلس الأمن، وهذا أمر شاذ وغير طبيعي. وما نشهده أخيرا أختي العزيزة وما أشرت إليه هو حالة فجة من يعني عنوان رئيسي يؤكد على أن هذه الدولة لا تخضع للقوانين، بل أن كأن المنظمة الدولية كأن مجلس الأمن لم يعني غير مخصص وغير معني بقضية إسرائيل، فهو يتعاطى مع كل قضايا العالم إلا مع هذه القضية. وعندما أراد أن يتعاطى معها رأينا أخيرا قرار لمجلس الأمن تجاهلته الحكومة الإسرائيلية وكأنه لم يكن. هذا يشير إلى الخلل الأساسي في تركيبة مجلس الأمن، هذه التركيبة التي عفى عليها الزمن. هذه المؤسسة أنشئت بناء لظروف معينة، بناء لتوازنات دولية معينة ولأهداف محددة في سنوات مضت قبل عقود طويلة. خلال هذه السنوات كما يقال جرت تحت النهر مياه كثيرة، تغيرت أشياء كثيرة، قوى جديدة برزت إلى الساحة، تحديات جديدة برزت إلى الساحة، مجلس الأمن غائب تماماً عنها. بل إن أكثر ما يمكن أن نشير إليه الآن هو حالة الشلل التي يعيشها مجلس الأمن. مجلس الأمن في حالة شلل تام، لا يمكنه أن يتعاطى مع أي قضية، والسبب الرئيسي هو تحكم بعض الدول في قراراته. ولكن أنت تقول يعني لا يمكن أن يتعامل مع أي قضية وهو يعني مصاب بشلل تام، ولكن سيكون بعافية وبألف خير إذا كانت هذه القرارات أو هذه القضايا يعني البت فيها يصب في صالح الغرب. دعني أشرك دكتور خلدون النبواني. دكتور خلدون، في العام القادم سيصبح عمر هذا المجلس 80 عاما، على مدى هذه العقود تغير الكثير والكثير بالفعل، يعني كل شيء تقريبا تغير إلا مجلس الأمن. وكما سمعت طرح سيد يحيى حرب وهو يتحدث عن شلل وخلل في تركيبة مجلس الأمن، نتحدث عن 15 عضوا، 5 دائم العضوية، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين لهم حق النقد الفيتو، 10 أعضاء ينتخبون داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عامين. هل من وجهة نظرك بكل الصراعات الموجودة الآن ما زالت هذه التركيبة أو الآلية تصلح للعمل، يعني في عالم يشهد مثل هذه الصراعات والتطورات ويشهد تغييرات جذرية إن كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي حتى؟ تحياتي لك ولضيفيك وللسادة المشاهدين. يعني هناك حاجة فعلية لوجود منظمات دولية تضمن السلام في العالم وتضمن
تحقيق نوع من الاستقرار والأمن بشكل أو بآخر. ظهرت هذه المنظمات الدولية بشكل واضح ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث صار هناك حاجة ماسة لمعالجة أمور العالم وصراعات العالم. من هنا ظهرت الأمم المتحدة كوريثة لما كان يسمى بجمعية الأمم. وكما يحصل في أي دولة، هناك نموذج دولي أصبح، هناك حاجة إلى سلطات إدارية وتشريعية، يعني سلطة قضائية وتنفيذية وتشريعية. وبالتالي تم محاولة وضع مثل هذه الجمعيات على النطاق الدولي، جمعية الأمم المتحدة بأقسامها الستة، من ضمنها وبشكل أساسي مجلس الأمن الذي بمثابة السلطة التنفيذية للقرارات التشريعية ووضع يعني المخرجات resolutions، يعني ما نسميه بالقرارات موضع تطبيق. الآن هذا كان المبدأ، لكن مجلس الأمن الذي قام على مبادئ أساسية لها أسس أصلاً فلسفية وحتى دينية نحو السلام وتحقيق العدالة، كان مصاباً بخلل بنيوي منذ أن نشأ. هذا الخلل لأنه جاء ليعكس مصالح الدول التي انتصرت بالحرب العالمية الثانية، هي الدول التي امتلكت عضوية دائمة في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. الصين طبعاً يعني إضافة ما، ولكن هذه المصالح المرعية بشكل أو بآخر للدول العظمى في تلك الفترة كانت من أجل ضمان مصالحها، بمعنى أنها كانت تحتاج إلى غطاء قانوني شرعي يضمن تنفيذ هذه المصالح. ما الذي يمكن أن يضمن مصالحها؟ حق النقض الفيتو. حق النقض الفيتو، وهي كلمة يونانية بمعنى الرفض، يكفي أن يرفع ممثل إحدى تلك الدول يده للاعتراض على قرار حتى يلغى القرار رغم كل تلك الجهود. هذا مجلس الأمن عطل الكثير من القضايا ولم يحقق الأمن والسلم. هذا من ناحية. قضية إسرائيل قضية فضيحة في مجلس الأمن، والفيتو الأمريكي الدائم من أجل ذلك. أيضا شاهدنا الفيتو الروسي في الملف السوري بشكل كبير، وبالتالي القرارات وبخاصة لدى روسيا وأمريكا فضيحة في أيه. هذا الموضوع. وجود دول دائمة العضوية هو فضيحة وضد الديمقراطية. يجب إعادة النظر في التمثيل وفي الحق النقض، ولأن أيضا معايير القوى تغيرت ولم يعد العالم كما كان عليه قبل 80 سنة بعيد الحرب العالمية الثانية. طيب، أتمنى أن تكون سيد وايت استمعت لطرح دكتور خلدون ضيفنا من باريس. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء لامتثال لقرارات مجلس الأمن، طبعا هذا نظريا، لأن بعض الدول كما قال سيد يحيى حرب ترى نفسها غير معنية أصلا وتتعامل بانتقائية مع هذا الأمر، وفي بعض الحالات إذا صح التعبير يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض عقوبات وجزاءات وصولاً إلى الإذن باستخدام القوة لحماية السلم والأمن الدوليين. حتى ذلك أيضاً يا سيدي يتم وفق مصالح من يمتلك الفيتو في مجلس الأمن، أي مصالح 5 دول فقط. لماذا لم تمضي عملية إصلاح بمجلس الأمن كما ينبغي، وخاصة أنه في مطالبات بذلك؟ ومن برأيك له المصلحة في أن يعارض الإصلاح في مجلس الأمن؟ وما هي مصلحة الخمسة الكبار على وجه الخصوص في بقاء الحال على ما هو عليه؟ حسنا، بالنسبة للمشاهدين أريد أن أذكر أصل الفيتو. لقد كان هنالك شيء مثل مجلس الأمن للأمم المتحدة قبل ذلك، قبل الحرب العالمية الثانية، وقد كانت هنالك مؤسسات تسمى عصبة الأمم، وقد فشلت بسبب غياب حق النقض الفيتو، وعندما كان هنالك أعضاء يصوتون من أجل معاقبة إيطاليا من أجل ما قامت به من اعتداءات في أفريقيا، فإن الإيطاليين قد تركوا المؤسسة وتجاهلوا القرارات، ولذلك فإن الهدف وفقاً لمن صمم هذه الهيكلية لمجلس الأمن فإنه سيكون مؤسسة تسمح لأكبر وأقوى 5 بلدان أعضاء دائمة فيه، تسمح لهم بأن يوقفوا أي فعل يتم ضدهم، كان نوع من أنواع تعطيل العملية التصويتية، تسمح لهم
السيطرة على كيفية اتخاذ القرارات دون تدمير الهيكلية أو تركها، ولكن عبر السنوات المجلس قد فشل في أن يتغير، وذلك مع أن هناك قوى قد صعدت على الساحة الدولية، وأيضا لدينا تحدي وهو ليس تحدي الدول الخمسة الدائمة فقط التي عندها حق النقض الفيتو، وهم لا يريدون أن يتخلوا عن هذه الميزة، عن هذه السلطة. ولكن سؤال آخر، من هي الدول التي يجب أن تضاف لتكون أعضاء دائما؟ نظريا يقولون نعم، فلنأتي ببلدان من أمريكا الجنوبية ومن أفريقيا ومن مكان آخر، ربما شرق آسيا، ولكن السؤال بعد ذلك من تلك هي الدولة؟ هل سيكون المقعد للبرازيل أم للأرجنتين؟ هل سيقبل أي منهما مثلا بذلك؟ هل سيكون مقعد أفريقيا لجنوب أفريقيا أم لنيجيريا؟ وهكذا دواليك. والأمر نفسه بالنسبة لأوروبا، فمثلا هل ستحصل ألمانيا على مقعد؟ وهل هذا يعني بأن بريطانيا وفرنسا تحافظان على مقعدهما؟ إذن الدول التي عندها حق النقض الفيتو لا تريد أن تتخلى عن هذه السلطة. أيضا فهنالك مسألة التوسيع، كيف يتم توسيع مجلس الأمن؟ هل نعطيه لكل دولة مرشحة يحق لها ذلك دون توسيع هذا المجلس وجعله كبيرا جدا؟ وفكرة الاستحقاق هي يعني محل تساؤلات كثيرة، مسألة استحقاق دولة ما بأن تتمتع بحق النقد الفيتو. سيد يحيى حرب، مسألة أن تتمتع بالفعل بعض الدول بحق النقد الفيتو، ما هو آلية أن تتمتع هذه الدول بهذا الحق من وجهة نظرك، وخاصة إذا سقطت هذه الدولة أو دولة أخرى على المستوى الأخلاقي، إذا سقطت القيم، ألا يعتبر هذا الحق سلاح شديد الخطورة وخاصة للعمل به في مجلس الأمن؟ أولا أختي الكريمة، يجب أن نميز بين إذا ذكرنا هناك عقبات أمام أي حركة إصلاحية يمكن إيجاد الحلول لهذه الحركة لهذه العقبات، أما إذا كنا نريد من هذه العقبات أن تكون فعلاً ستاراً لعدم الرغبة في الإصلاح، فهذا أيضاً يمكن كما هو الحال القائم حالياً. اليوم ليس هناك رغبة في الإصلاح، هذه الدول المهيمنة على القرار الدولي لا تريد أن تصلح هذا القرار، لأن أي إصلاح يعني التقليل من سلطتها وهيمنتها على القرار الدولي. رغم أن هذا القرار معطل ومشلول كما أسلفنا القول، ولكنها تحافظ على ذلك حفظاً لمراكزها وحفظاً لسيطرتها وهيبتها في العالم. شخصياً أعتقد أختي الكريمة أن أي تغيير على هذا المستوى لابد له من حركة اجتماعية كبيرة، من حدث عالمي كبير. اليوم مجلس الأمن يعني من الخطأ أن نسميه مجلس أمن دولي، هو ليس دولي، هو عمليا يمثل الدول الأربع الأوروبية المنتصرة في الحرب، ومعها أمريكا، طبعا أمريكا باعتبارها أيضا دولة من هذه الدول المنتصرة في الحرب، أضيفت إليها الصين كما أشار الدكتور خلدون، أضيفت إليها فقط بموافقة أمريكية لمناكفة الاتحاد السوفيتي يومها، كان أيضا ضمن عملية سياسية مرتبة. القارات جميعا غير ممثلة وهذا غير عادل، لا يمكن أن تفكر فرنسا وبريطانيا وأمريكا نيابة عن أفريقيا كلها، لا يمكن أن تنوب هذه الدول عن آسيا كلها، عن أمريكا الجنوبية كلها، هذا ليس عدلا وليس ديمقراطية. إذا كنا نريد أن نفكر بعدالة وديمقراطية ومجلس يحفظ السلم الأمن الدولي، يجب أن تمثل ديمقراطياً كافة القارات. أما الآلية التي يمكنها أن تمثل بها فهذا يمكن البحث به عندما تقر هذه الدول بأنه فعلاً يجب أن نجري إصلاحات. وأعيد وأكرر أن فعلاً الإصلاحات ضرورية، الإصلاحات مهمة جداً حتى يكون فاعلاً هذا المجلس، وهذه الإصلاحات تحتاج إلى أن تتنازل الدول الكبرى عن صلاحياتها، امتيازاتها غير الطبيعية،
إما بالحسنى وإما قصراً. طيب سيد دكتور خلدون في عجالة، لأنه للأسف انتهى الوقت، يعني هناك من يرى أن عجز مجلس الأمن هو بسبب عدم قدرته على منع الإبادات الجماعية أو حل الصراعات مثلاً، معالجة الأزمات إلى حد كبير، بسبب تأثير الدول الخمس دائمة العضوية في القرارات التي من شأنها أن تعطي الأولوية لحماية المصالح الاستراتيجية، يعني من خلال مثلاً الحفاظ على التحالفات أو العقوبات، التدخلات الانتقائية، تجنب الإخلال بتوازن القوى في النظام الدولي. المشكلة الكبرى الآن أن كل الصراعات أو المشكلات الأساسية أصبحت موجودة بين أعضاء مجلس الأمن الدائم العضوية، مثل مثلاً أمريكا وصين، أمريكا وروسيا، كذلك روسيا وبريطانيا. هذا إلى أي مدى من وجهة نظرك جعل المجلس مجرد منظمة خاوية يتم استخدامها عند الحاجة؟ وبرأيك ما هي الخيارات المتاحة لبقية الدول؟ يعني سأبدأ من المتعيان عن مجلس الأمن. هناك نوع من فقط إطفاء الشرعية على الصراعات الدولية للدول دائمة العضوية فيه. الصراعات عموما وحل الحروب وتدخل في الحروب لا يأتي دائما عبر مجلس الأمن، و لأنه يعني سيكون ملزما إذا دخل تحت البند السابع، وهذا لا يتحقق إلا قليلا. يتم حل الموضوع غالبا بالنسبة إلى تحالفات دولية مختلفة، مثل حلف الناتو أو الدخول في حروب مباشرة كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية فقط، مثلا في العراق وأفغانستان، في العراق تحديدا. وبالتالي كل ذلك يعكس مشكلة عجز مجلس الأمن وتحوله فقط إلى تشريع الظلم القرارات المهيمنة للدول الكبيرة. لا أعتقد أن الحل سيكون بالضرورة بتوسعة مجلس الأمن، إضافة مثلاً ألمانيا واليابان كما يطالب منذ فترة، وإنما بشكل أساسي يمكن إلقاء الفيتو، يمكن أن يكون هناك تصويت مختلف. طبعاً هذا يحتاج إلى توافق إرادات وتنازل من قبل الدول المهيمنة على قرارات المجلس التي تمتلك حق النقد الفيتو، وهذا الأمر غير متاح الآن. ولكن بقاء دول دائمة عضوية لها حق النقد هو ضد الديمقراطية التي تتغنى بها هذه معظم هذه الدول الموجودة في مجلس الأمن، وبخاصة الغربية منها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. يجب تغيير هذا الموضوع، وهناك رؤساء للأمم المتحدة قدموا دائما، كانوا يقدمون برامج لإصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن وحتى مجلس الفيتو، وربما أكثرها شجاعة ما قدمه غوتيريش الرئيس الحالي للأمم المتحدة، بأن مجلس الأمن تحول إلى وحش من ورق، لا وجود حقيقي وفاعل لقراراته، لا احترام لقراراته. كل ذلك يدفع الهيمنة للدول العظمى إلى فقط تشريع اعتداءاتها ومنع تحقيق السلام عبر شرعية معينة هي منظمة دولية هي مجلس الأمن والأمم المتحدة. هذا ما يحصل بكل أسف. شكرا جزيلا لك دكتور خلدون نبواني، أستاذ محاضر في جامعة السوربون، كنت معنا من باريس ومن فيرجينيا. شكرا الموصول لك. سيد ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، وأيضا سيد يحيى حرب، شكرا لك، صحفي والكاتب السياسي، كنت معنا من لندن. شكرا لكم.